حقيقة هذا يحتاج إلى يعني سياسة نفطية واضحة لا يكون فيها أي تدخل للكتل السياسية، وإنما يكون للقانون وللدستور هو اللاعب الأول والأوحد في هكذا موضوع، لأن السياسة النفطية هذه العراقية هذه مهمة للعراق من جنوبه إلى شماله، أيضا هي أحد جوانب الاستقرار فيما يسمى أمن الطاقة إقليميا ودوليا، فهذا الموضوع مهم جدا، هو ليس موضوع عابر، يجب أن يكون هناك اتفاق فني قانوني على استثمار حقيقة حقول النفط وحقول الغاز. حقول الغاز هذه الآن تشكل أهمية استراتيجية كبرى دولية حقيقة وليست محلية، هناك حقول مهمة غازية الآن يتم استثمارها مثل حقل خورمور في إقليم كردستان، هذا واحد من الحقول الغازية المهمة، هذا يجب الاتفاق على استثماره للمصلحة العامة ليس لمصلحة جهة أو كتلة سياسية معينة، هذا ضمن السياسة النفطية العامة للعراق. هذا جانب. أيضا هناك ما زالت تراكيب لم يتم اكتشافها استكشافها في إقليم كردستان، يجب أن يتم استثمار هذه التراكيب الجيولوجية والحقول النفطية لاستثمار أقصى ما يمكن استثماره بما يعود بالفائدة على العراق وعلى الإقليم بالمجمل. هذه التغيرات حقيقة لا يمكن، في السابق كان لا يمكن يعني البدء بها أو بدء بالاستثمار ما دام هناك خلافات جوهرية حقيقية كانت، هذه لم يتم يعني حل هذه المشكلات لن يتم أي استثمار لهذه الموارد.